السلام عليكم يا جيمز، معكم يوسف جيمر. اليوم جيت بغيت نوريكم واحد لابليكاسيون زوينه وهضر عليها امجد. مش عارفه امجد هضر عليها امجد، حتى انا قررت باش نهضر عليها باش نوريها لكم. واللي بغيت يشارجيها سميتها جيم. غنخليكم اللين ديالها بالديسكريبسيون، غنخليكم اللين ديالها اللي بغيت يشارجيها دخلوا لي نوريكم. فيها لعب زوينين ممتعين وسهلين. تراري قديمة في الفيسبوك غنحبس الفيديو. المهم الدراري رجعنا لكم، كتبت الفيسبوك ديالي كونت من الدراري. حنا دخلنا غندخلو هنايا لاشي ها هو أمجد دخل الجيم. بقاو هنا الألعاب بلاشي، هما الألعاب هنايا يعني ولكن كيبينو التصاور بلاشي. هما الألعاب بداو بنينجا، شوفو نينجا أمجد لعب ضد أمجد ويلي. قلت لكم نخلي لكم اللين ديالو في الديسكريبسيون واللي بغيت تيليشارجيها. اخر مرة دي فرصة وحدة اللي خسرت فيها بشي. وي 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 سكور سبعة وشريف سبعة وشريف وي ويلي بق 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 بق. واو مدري كاين بزاف الالعاب، كاين بزاف الالعاب الدراري دراري، كاين بزاف الالعاب. المهم نحبس الفيديو هنا. المهم اللي بغيتي نشارجي نخلي لكم اللين ديالو في الديسكريبسيون، وما تنساوش ليا اللايك تابونوا فلاشين.